اهلا بيكم في قناة حواديت فلفول، اعملوا لايك واشتركوا في القناة عشان توصلكم كل حكاياتنا الجديدة. حدوتتنا النهاردة عن الساحرة الشريرة وحيوانات الغابة، تعالوا نشوف هيحصل ايه. النهاردة الجو جميل قوي، تعالوا نلعب يلا جوه الغابة. الله انا فرحان، بحب اللعب قوي. ما تتخانقش معانا بقى زي كل مرة يا قرد. بس انتوا ما تضايقونيش زي كل مرة. هو احنا هنقضيها خناق ولا ايه؟ يلا يا اصحابي. توت 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 توت. بس بس يا أصحابي، شايفين المكان اللي هناك ده؟ إيه ده؟ أنا أول مرة أشوفه، وأنا كمان أول مرة أشوفه. يلا بينا يا غزالة نروح مع بعض، كلنا هنروح مع بعض، يلا بينا. إيه المكان الغريب المخيف ده؟ أنا خايفة قوي، يلا بينا نرجع. ما تخافيش يا غزالة، جمدي قلبك كده زي انا. زيك يا غزالة، خايف قوي، يلا بينا نرجع. رايحين فين يا حبايبي؟ هو دخول الحمام زي خروجه ده؟ انتوا جيتوني برجليكوا لحد عندي. ايه ده؟ الساحرة الشريرة؟ ايوه يا حبيبتي، انا الساحرة الشريرة. هو انت هتعملي فيها ايه يا الساحرة الشريرة انت؟ انا هسلقكوا واحمركوا واكلكوا وارقش عدموكوا. سيبيني يا متوحشة، انا عايزة اروح. يا زرافة، ما شفتيش بنتي؟ ده انا من الصبح بدور عليها ومش لاقياها. وانا كمان بدور على بنتي مش لاقياها، وابني الحمار كمان مش لاقيه. هو ابني كمان كان معاهم ولا ايه؟ الحقوا الحقوا اولادكم واصحابي داخلين عند الساحرة الشريرة، الحقوا انقذوهم. هنعمل ايه؟ احنا لازم ننقذ اولادنا قبل ما الساحرة الشريرة تأذيهم. يلا بينا على ملك الغابة، هو اللي هيتصرف، مش هو ملك الغابة؟ يا ملك الغابة يا ملك الغابة، الحقنا، الساحرة الشريرة خطفت اولادنا واحنا خايفين انها تأذيهم. ما تخافوش، انا هخلص اولادكم من الساحرة الشريرة. ايوه كده يا حبايبي يا حلوين، اتسلقوا كويس عشان اعرف اكلكوا واشبع، بقالي فترة كبيرة ما اكلتش. هاكلكوا اتنين اتنين، مش هخلي فيكوا حد. انا لسه هحمركوا عشان ارقشكوا بسناني دول، انا جعانة بقالي كتير، مش هخلي اي حيوان اشوفه. هاكل كل حيوانات الغابة، مش هخلي فيها حيوان واحد. مولاتي الملكة، الأسد جاي يهجم عليك عشان الحيوانات اللي انت هتاكليهم. خليه يجي وهو يبقى جه لنهايته. هابرا كدابرا هابرا كدابرا، اختفي يا حلة لغاية ما اهجم على الأسد واجي اكل اللي فيكي. انا جيت لك يا ساحرة يا شريرة، فين الحيوانات؟ فين حيوانات الغابة؟ ازاي تتجرأي عليهم وتمد ايدك عليهم؟ هسلقهم وكلهم بعد ما اخلص عليك، بعد ما اخلص عليك يا ملك الغابة هحطك في الحلة زيهم. تعالالي. تضربيني في عيني يا ساحرة يا شريرة، طب خدي بقى. لسه في البداية، راجعالك يا ملك الغابة. ما تنسوش يا أصحابي تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، وتوتا توتا قصة الحدوتة.